تعرف بعد ابن أشهر، يعني الآن هي الرواية اللي راح أذكرها إليك تستغرب من عدها، بس موجودة وبكثرة كل المصادر عن الإمام الجواد يذكرونها. الإمام أثبت شخصيته من اليوم الأول، وقفوا كلهم داير مدارة. تصور كم كان عمر الإمام؟ الآن تتفاجأ من أقول لك، سنتين عمر الإمام. شنو يعني سنتين؟ تعرف سنتين اليوم شنو؟ طفل عمره سنتين يقدر يرفع راسه بوجه واحد؟ شقد شفنا إخواني هذا اللي جايب طفلة عنده على صدره إلى الحسينية، ومن يشوف هذا الطفل الناس أصلا ما حد حاشاه، يمكن هذا اللي قاعد يحاول يتلاطف وياه يقوم الطفل أبو سنتين يبكي. فلو أنه هذا الطفل أكو أشخاص يريدون يضربونه، شلون يقدر يواجههم؟ الإمام الجواد عليه السلام عمره 25 شهر، 25 شهر يعني شقد؟ سنتين. ومطلعين ماخذين من عند أبوه الرضا عنوة، وجايبين إلى محاكمة جماهيرية. وين المحاكمة الجماهيرية؟ في المسجد الحرام. أنا شايف يا إخواني، وما أدري أنتوا شفتوا لولا، أكو بعض الأشخاص من يجي إلى الطواف في موسم الحج ويشوف العالم، صح هو مشورب وكذا وعمره 40 سنة، لكن من الازدحام يصير عنده رهبة، حتى من يحكي ما يقدر يحكي. كم واحد يا جماعة محضر له دعاء يقول من أدخل الطواف، لكن من يشوف الزحمة والناس حتى الدعاء يلتهي عنه ينشغل عنه. الإمام الجواد ابن 24-25 شهر وجايبينه في موسم الحج وعند الكعبة ومسوين له محاكمة، ومنه أشراف قريش بنو هاشم أولاد عبد المطلب، وجايين يشككون في نسب الإمام الجواد، ومعرضين إلى محاكمة. يجيبون إليه يسمونها القافة. القافة شنو؟ فحص، يعني هذا هل هو هاشمي لو مو هاشمي. تصور 24-25 شهر، خطبة للإمام الجواد عليه السلام، يعبرون عنها بعض المصادر بالخطبة الجوادية البليغة. أنا لما أسمع الإمام أمير المؤمنين عمره 60 سنة على المنبر ويجيب خطبة خالية من النقط أو من الألف ما أستغرب. مع العلم يا إخواني أهل البيت لا يقاسون بالسن، يعني ما يصير عندي علي بن أبي طالب عظيم لين وصل 60 سنة يوم هو طفل مو عظيم. لا، عظمة أهل البيت منذ اللحظة التي خلقهم الله فيها، بس احنا نحكي نقول بالمقاييس الدنيوية. مقاييس الدنيوية ابن سنتين ما عنده هيبة، بينما الإمام الجواد رواهم قال راويكم هيبة آل محمد منذ اليوم الأول. حتى من الآن عمري سنتين وراء 24 سنة تعرفون اللي حكى وياكم ابن سنتين كما تكلم عيسى بن مريم في المهد. فجابوا الإمام سلام الله عليه، طلعوه من عند الإمام الرضا وجابوه إلى مكة المكرمة، وحضروا الناس وحضروا بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وجابوا مجموعة من الأشخاص يسمونهم القافة. قافة جمع مفرده قائف. القائف شي يسوي؟ يجيب مثلا، يجيبون له الولد أو الشخص يقولون له طلع نسب هذا، يطالع خشمه يطالع عينه يطالع حواجبه، يقول له تحرك امشي شوف خطوته شلون، فيقول هذا خطوته تشبه خطوة هذا، عينه تشبه عين هذا، فراسه يسمونها قافة. وهذا طبعا يعني توقف الإسلام من عنده، شنو أنا أطالع هالعين وهالعين وأقول هذا ولد فلان أو هذا مو ولد فلان. فجايبين الإمام الجواد حتى يقولون هذا مو من بني هاشم، هذا دخيل علينا، احنا لا عدنا هاللون ولا عدنا هالشكل. القافة اللي جابوهم من شافوا النور في وجه الإمام سلام الله عليه قالوا هذا نور زاهر لم يولد إلا من أرحام طواهر وأصلاب طاهرة، وليس إلا هو من نسل خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله. اثنى عشر قائف، كل قائف يشوفه يقول هذا أقرب الناس بالنبي منكم، انتوا اللي جايين تحاكمون. الإمام طبعا عمره سنتين ساكت ما يحكي. من خلصوا القافة ابتدأ الإمام سلام الله عليه وألقى خطبة في المسجد الحرام، وهذه أول خطبة للإمام الجواد. تعال شوف الخطبة، الخطبة أنت من تسمعها أنت ترتعد، شلون بذاك الموقف. خطبة الإمام الجواد سلام الله عليه،
قال عليه السلام بلسان أرهف من السيف، يعني كل كلمة حادة كالسيف، كأنه جده علي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني. قال الحمد لله الذي خلقنا من نوره واصطفانا من بريته وجعلنا أمناء على خلقه ووحيه. أيها الناس أنا محمد، صلوا على محمد وآل محمد. أنا محمد بن علي الرضا، ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي سيد العابدين، ابن الحسين الشهيد، ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ابن فاطمة الزهراء بنت محمد المصطفى. عليهم السلام أجمعين. أفي مثلي يشك؟ وعلى الله تبارك وتعالى وعلى جدي يفترى؟ وأعرض على القاف. هذا يجيبون الواحد اللي ما يعرفون لأصل، يقولون تعالوا طلعوا نسبه، أنا يشكون بنسبي، ألا يكفيكم هذا النور من جبيني؟ وأعرض على القافة، إني والله لأعلم ما في سرائرهم وخواطرهم، وإني والله لأعلم الناس أجمعين بما هم إليه صائرون. أقول حقا وأظهر صدقا، علما نباه الله تبارك وتعالى قبل الخلق أجمعين وبعد بناء السماوات والأراضين. وأيم الله لولا تظاهر الباطل علينا وغواية ذرية الكفر وتوثب أهل الشرك والشك والشقاق علينا لقلت قولا يعجب منه الأولون والآخرون. ثم وضع، حط بالك الإمام الجواد، ثم وضع يده على فيه، ثم وضع يده على فيه، ثم قال يا محمد أصمت كما صمت آباؤك، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون، لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. ثم قام الإمام سلام الله عليه، ثم أتى إلى رجل بجانبه فقبض على يده، فما زال يمشي. شوف نص العبارة، يهمني هذه العبارة في هالوسيلة، هذه أنا الشاهد اللي يهمني. قال ثم فما زال يمشي يتخطى رقاب الناس وهم يفرجون له. قال فرأيت مشيخة أجلائهم ينظرون إليه ويقولون الله أعلم حيث يجعل رسالته. فسألت عنهم فقيل هؤلاء قوم من بني هاشم من أولاد عبد المطلب. صلوا على محمد وآل محمد.